مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. موضوع الليلة عن تشارلز بلغريف. أعتقد ما في أحد في البحرين ما يعرفه، كل البحرينيين يعرفون تشارلز بلغريف، سواء بالنظر مباشرة أو عن بعضهم بالسمع. ربما نستثني الأجيال الجديدة اللي ما عاشت فترة الاستعمار أو فترة الوصاية البريطانية، لأن السياسة في العصر الحديث اختلفت عن السياسة في العصر الماضي. كانت في العصر الماضي احتلال ومباشرة السلطة الاستعمارية مباشرة بالاستبداد، وربما بسيطرة حتى بسيطرة على الإدارة في الدولة المستعمرة. العصر الحديث صار استعمار اقتصادي، أو بشكل أدق ارتباط اقتصادي، وكل الدول تقريبا صارت مرتبطة بهالدائرة الاقتصادية العالمية، وصارت يعني كل يفقد استقلاله بجزء أو أكثر بحسب يعني مستوى ارتباطه بهذه الدائرة الاقتصادية. تشارلز بلغريف شخصية جدلية نقدر نقول، أي يختلف عليها عند الكثير من الناس. بعضهم يعتقد بأن تشارلز بلغريف أدى دور كبير في البحرين من ناحية الإدارة، بناء الدوائر، يعني نزل أو يعني في قوانين كثيرة نزلت بسبب وجوده، بينما البعض الآخر، هذه يعني خصوصا من اكتوى بهذه السياسة، وجد أن بلغريف مستبد، سيطر على المجتمع البحريني بأكمله، وبالذات في فترة 54-56 حينما طلعت هيئة الاتحاد الوطني، صار يعني في نوع من الاستبداد البشع لهذه الفترة. هذا المساء نستضيف الأستاذ جعفر درازي ليسلط الضوء على هذه الشخصية، وهو باعتباره يعني جعفر الدرازي شخص لم يقم بهذه الدورة لأول مرة، هو تناول هذا الموضوع في أكثر من محفل مما صار معروف، وهو يبدو لي عضو في جمعية التاريخ البحرينية، جمعية التاريخ آثار البحرين. آثار البحرين. فإحنا نترك لهذا المحاضر الحديث، فلكم هذه الندوة ولكم من ثم هذه المحاضرة الذي سيتحفنا وربما سيرجعنا إلى فترة الخمسينات اللي فيها الكثير من الانتفاضات الوطنية والشعور بالقيمة الوطنية في ذاك الوقت. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أود أن أشكر جمعية وعد على استضافتها لي في مقرهم في المحرق، كما نود أن أشكر جميع الحضور الذي كرمني بإعطاء جزء من وقته ومن عمر الثمين، فأشكركم جميعا. أود أن أشكر وعد ثانية، لأن جمعية وعد ليس جمعية عادية في هذا الوطن، فجمعية وعد حالة فريدة، هي حقيقة تمثل الضمير الوطني في هذا البلد. فهذه الجمعية امتداد للاتحاد الوطني في الخمسينات، فلا يوجد جمعية في البحرين مثلها. فيعني على ما نقول، نبغي نقول كلمة حق في ما نشاهده، هي خليط من كل الأنواع، من كل الطيف، من كل فتشكل الحالة الوطنية الفريدة اللي ما نشوفها في كل جمعيات البحرين، لأنك تشوف فيها الحس بغض النظر عن الانتماء، عن العرق، عن الأصل، عن الفصل،
هذا ما نشوفه في أي جمعية، وإن شاء الله ندارك في البحرين حصل جمعيات مهمة أن تكون خليط وليس فريدة من نوعها. هذه قومية لوحدها وهي طائفية لوحدها، ويتفتت المجتمع، فمحتاجين إلى وحدة شكل ما نوجدها في وعد. أستاذ عبد الله بدأ كلامه عن بلغريف بأن استعمار وأن مثل الحركة الاستعمارية، فأنا بس يعني من خلال المستندات والاطلاعات ود أوضح أن البحرين لم تقع يوم من الأيام تحت الاستعمار. لما تقول أن البحرين تحت الاستعمار يعني البريطاني، يعني تحت العلم البريطاني، الحكومة البريطانية تعين لها حاكم وتعين لها علم وتعين لها مندوبين. بيان الاستقلال اللي حدث في 71 يقول فك الحماية. هني لخط مهم ان احنا نحاول نوضحها على اساس اشياء رسمية. انا ما اتكلم عن الممارسات، انا اتكلم عن الاشياء الرسمية. البحرين من 1820 مع كل دول الخليج في معاهدة حماية، ان بريطانيا تحمي هذه المشايخ والحكومات على شروط، ان تحميها من الداخل ومن الخارج على ان تقوم هي بالحماية لهم عن لا يوقعون لا اتفاقيات لا أي اتفاقيات خارجية مع أي دول إلا بموافقة بريطانيا. فعساس يكون الصورة واضحة أكثر في هذا الموضوع. لما نجي نتكلم عن بلغريف، بلغريف في شيء مهم إليه. إحنا أنا صراحة شفت الفيلم مال البي بي سي، فرحت سويت شيء. فلما بغيت أسوي محاضرة عن البلغريف رحت للفيلم مال البي بي سي اللي صوته، فببدأ محاضرتي من بداية من الفيلم عساس يكون نبتدي شغلنا. حبيب الفيلم أنا ترجمته، أنا قمت بعطيت عوض الفيلم بترجمته ليكون متناول الجميع. لما نروح نحاضر في أي مكان نقول يا الجماعة اللي يعرف إنجليزي ولا ما يعرف يشوف وشوف شغلنا الفيلم، وآخر كلمة بنشوف وش يقول بلغريف على أساس يكون الصورة واضحة. رئيس الوزراء خليفة بن سلمان. من أربعة
is endemic banking forces for about 2 million years, basic banking. But there's much more freedom already than in Kuwait. People aren't afraid to speak up. Thank you.
الفيلم في نقطة مهمة يقول أنا رئيس الحكومة معين من الحاكم. هني هذه النقطة اللي أساس تكون نبدأ بها حوارنا. هذه وثيقة سنة 1926 أبريل تقول السلام عليكم ورحمة الله على الدوام. أتشرف أن أخبركم بأن رخنا مستر بالغريف أن يمشي جميع الأشغال الرسمية، مكتوب كذي من طرف حكومتنا، وهذا يفيد راحتكم إذا سعادتكم تخابرون معهم من كل طرف لإشغال غير الضروري فقط، وصديقكم يسير مسرورا كما كان في السابق أن يشارككم أو يتخابر معكم من طرف الأمور التي في فكر سعادتكم ضروري ويحتاج النظر، لأن هذا يفيد يوفقكم وراحتكم أن تخلص الأمور بين حفيزنا وحفيزكم. إيه هاي مكتوبة كذي. مستشار حكومة البحرين، توقيع المرحوم الشيخ حمد. يعني أساس تكون الصورة إن في البداية الأساسية إنه عين من الحاكم، يعني لم يجذبه أو كهو مثل استعمار أو أنه هو مستشار جابه. وعلى فكرة اللي جابه وسوى المقابلات وياه هو الميجر ديلي. الميجر ديلي في البحرين، يعني أنا من خلال كل اللي ما أروح كل مكان وهذاك في انطباعات سيئة جدا جدا عنه، بينما بناء الإصلاحات والأسس الأساسية في البحرين بناها الميجر ديلي. فأنا بس أساس أبتدي في الموضوع من البداية وأوضح الفكرة في نقطتين مهمتين. إحنا عندنا الأستاذ اللي هو مهدي عبد الله ترجم اللي هو مذكرات بلغريف بيرسونال كولوم، ونبيل رجب ترجم اليوميات، وهذه مرجع يعني أساسي لكل يبغى يروح. لكن في كثير من الأمور والكتب والوثائق واللي ممكن الإنسان لما يجي يسوي دراسة عنها ويحاول يكون حيادي، يعني ما يكون بعد أنه يحط الميزان طبقة على طبقة، لا. أما جاء نتكلم أنا لا لحقت على بلغريف ولا أنا اشتغلت بلغريف، أنا كل ما طلعت عليه حاول أقدمه للناس وقال لهم هذا بلغريف. يعني هذه الصورة اللي شو اسمه نحاول نوضحها إلى الناس. طبعا مهدي عبد الله وشو اسمه اللي هو نبيل قدموا معلومات كثيرة وصراحة أفادوا اللي يعرفون الإنجليزي ولا ما يعرفون. هني أنا يوم من الأيام رحت إلى أحد اللي في الهيئة الاتحاد الوطني وسألته شو رأيك في بلغريف. أنا سألت جاسم مراد الله إن شاء الله يطول في عمره شو رأيك في بلغريف، قال جعفر لو ما بلغريف احنا ما تعلمنا ولا عرفنا شيء. لهاي رأيك انت؟ فكان انا بالنسبة لي هاي صدمة ان اسمع جاسم مراد اللي كانوا طالبون بخروج بلغريف يكون هاي جوابه. فهني انا باخذ بعض الناس اللي يعني عطوا انطباع عن بلغريف وش قالوا. نبتدي انا الليلة في التقييم المحاضرة عن بلغريف، انتون انا بطرح المعلومات وانتون قيموها، يعني انا ما ابغي بعد اكون حكم في نفس الوقت. في سؤال انا طرحته في كل المحاضرات اللي سويتها عن بلغريف، نفترض ان الناس كلها تقول البحرين كانت مستعمره، البحرين زين لو جينا 1926
شنو نسب الدول في العالم المستعمرة؟ يعني كم عددها المستقلين وداك؟ فالبحرين بالنسبة في العالم مش تمثل، أنا ما أعتقد تمثل شيء، يعني بلد صغيرة. على فكرة 1926 البحرين سكانها لا يتعدى 60-70 ألف، يعني لا أكثر، لأن إحصائيات 42 تقول إن البحرين فيها 76 ألف، فقبل 20 سنة يمكن تختلف. فهذه البدايات اللي أنا حاولت إن أنا أمشي فيها نقطة نقطة. هذه نقطة طرحتها. بعدين أبغي كل واحد 3 شخصيات وش يقولون عن بلغريف. فباخذ أول شيء نبيل رجب، يقول أصبح مستشار الحكومة البحرينية ومنصب شغله حتى رحيله، لقد ساهم في الكثير من الإصلاحات الإدارية الحكومية، فعمل على تحديث تنظيم قطاع الصحة والتعليم والجمارك والشرطة وجهاز القضاء والبنية التحتية للبلاد. هذا من يقول عنه؟ نبيل رجب في يومياته. أنا نقشت نقاش. نجي هني حق راشد الزياني. راشد الزياني الله يرحمه اشتغل سكرتير عند بلغريف، فش يقول عنه؟ يقول راشد الزياني في بلغريف: لقد عمل بلغريف مخلصا للحاكم. ذكريات وتاريخ راشد الزياني. أنا طبعا كل كلمة أقولها حاول أحط مرجع ليه، فعساس تكون يعني مسنودة بالمستندات، ما نتكلم اجتهادات شخصية. نجي لعبد الرحمن الباكر، وش يقول عنه؟ لقد كان اسم الدكتاتور الأول في هذه البلاد، المستشار الإنجليزي، مرتبط دائما في أذهان الكثير من الأجانب ويتحكى عنه، ولا سيما مراسل الصحف العالمية بالإصلاح وبعد النظر في تصرفات وشؤون الحكومة، ولكن الحقائق الدامغة للمرة التي أزاحت هيئة النقاب عنها فيما يتعلق بالفساد المستشري في جهاز الحكومة. هذا الدكتور لقد وصف المستشار بأنه دكتاتور. عبد الرحمن الباكر يقول شيء. ففي أثناء أنا إعدادي في البداية عن بلغريف رحت أدور معلومات غير اللي موجودة في مذكراته وفي اللي هو يومياته. فرحت إلى تاريخ إنشاء الطب النفسي في البحرين. فتاريخ الطب النفسي في البحرين ألفه اللي هو أعتقد الدكتور فليفل، هذا الكتاب ألفه. فرحت اطلعت عليه، فيذكر أن بلغريف كان يشوف المختلين عقليا يمشون في الأسواق وفي المكانات ويضربون هذا ويوسخون في الشارع. فراح سوى، يعني أنا بتكلم عن أول شيء إنجازاته اللي أنا حسب ما شفته، فراح أنشأ أول مصحة نفسية أو مستشفى مجانين في البحرين، وصار على مستوى الشرق الأوسط يعتبر واحد أو الثاني. أنا رحت فترة طويلة أبحث بعد هل في لبنان متى صار، في مصر متى صار، فشفت أن هذا الرجل يعني بغض النظر عن سلبياته وجياته شاف أن المجانين يمشون ويتأدون، فراح سوى لهم مصحة. حط لنا صور المستشفى المجانين من سنة 28-30، يعني هذه أول خطوة سواها. يعني النقطة اللي أبغى أذكرها، أنا واحد جاء لبلد استعمار وش يهم ناس فيها مجانين ولا ما فيها، هذا ما يعني لا يعني شيء. حط لنا صور المستشفى أساس تكون الصورة. لا اللي قبل هذا طبعا في الخمسينات، الصورة الأولى. هذا المستشفى إذا أحد يعرف فريق الحمام، وين الكماش، وين مدرسة الإمام علي لاست شانس الحين، هاي حاليا. هاي راح وش سواه؟ جابهم وخلاهم في البيت، تم يأكلهم ويشربهم. انت بيت اختك يا سيد، هذا بالضبط هنا هذا المستشفى سنة 28. طبعا هاي صورة حديثة ومتأخرة، بس شو اسمه. فأنا بالنسبة يعني هذه نعتبر تنحسب لي نظرة إيجابية وليس سلبية. يعني
هذه أول نقطة أنا بذكرها. ثاني نقطة، لما جاء في البحرين سوى، لما جاء اللي هو الميجر ديلي وسوى الإصلاحات، سوى ميزانية البلد وش تدخل وش مالته، فسلمها لبالجريف، فسووا ميزانية للبحرين كم تدخل وكم تصرف وين تروح وشنو الدخل ماله، فكان الغوص. فمن ضمن القوانين اللي سناها ديلي ومشاها اللي هو بالجريف الغوص، عطنا الغوص، قال ناخذ فيلم الغوص. هاي معلومات اليوم ما عادت تساوي شيء، لكن في وقتها كان شيء، لا مو المغاصات، خلى الغوص، فيلم الفيديو الغوص. انا اللي رحت اتصيد مني شوي واقارنها على اساس انه الفيديو مال الغوص، يعني عقب بالجريف في صفه. هيرات اللولو، خلنا نعطيه فكرة بس بسيطة. هاي بس الهيرات، في فيلم قطع من، أنا على فكرة بتكلم بعدين عن الهيرات، هذا فيلم جزء من بس يا بحر، ماخذ لقطة منه على أساس أوصل فكرة. ها عندك موجود استاذ في الفيديو؟ داخله اذا تبغى داخله. ده اساس واحد يقدم شيء لازم يتعب عليه. لاحظوا اللقطة مهمة، أنا هاي كل الفيديو على اللقطة دي. هذه اللقطة الغواصة في وقتها، يمكن راح زمان، وده يأخذون لحم يقطون عظم، إذا مات الغواص في البحر يأخذون يحطونه في خلقة ويفلتونه. النقطة دي اللي أبغى أوصلها في الموضوع، أنا لما جاء ديلي وبلغريف أصدروا قانون، أي أحد يموت ترجعونه إلى أهله يدفنونه. هذه لفتة يعني أنا شفتها مهمة جدا في تاريخ هذا الرجل، بغض النظر في كل ما يمكن يقال عنه. في ذاك الوقت أيام فقر، في معلومة راشد الزياني وأخوه يذكرونها في كتابهم سنوات تحدي، وفي ذاك يقول شاف غاصة يغوصون عميان يدوشونهم البحر، هاي مكتوبة في كتابي، يعني أنا على أساس أروح أجمع عن بلغريف واجد من المعلومات، واجد تتعب على أساس تحصل معلومة وتجيبها. يقول شافهم بعيوني إن العميان دلين يدشون البحر، يدشون غاصة سنين أول في البحر، يحطون الإحبال في إيده، هذا أعمى طاح الإحبال وين يحصل وين يقبضونه. أنا على فكرة عندي محل شارع البلدية، في صفي واحد اسمه يوسف إنجينير دوسري، هذا يبيع مكان من البحر، كان بحار، فثم أسأله عن الهيرات والأماكن، فاضطريت إن أنا أساس أسوي في البداية المحاضرة مع البلغريف إن أروح وين، أروح المغاصات والهيرات، حط لي صور هاي الهيرات، رحت أماكنها، وأغلب أبعد مكان 40 كيلو، إذا يحطون الواحد إذا مات في جالبوت يعني أقصى حد يوم واحد،
فهذه من النقاط اللي سواها بلغريف يعني اللي. وبعدين بذكر هني وش يقول اللي هو شو اسمه الزياني. حط صور بس الهيرات ايش كتر قربه. على فكره من ضمن مغاصات اللؤلؤ اللي هي شو اسمه حوان بترول اللي فيها مال بين البحرين والسعوديه ابو سعفه وقدام شو اسمه يعني اماكن كلها ليس بعيده. فمن الاشياء اللي اجبرهم وتموا يشكون يعني ان شنو ما تقطه خليه يولي. هني بس ملاحظه لهو الزياني يتكلم عنهم لأن هذا الزياني كان يروح الهيرات ويروح أيام الغوص فيتكلم في كتابه. يعني أنا صراحة واجه استفدت من كتاب الأخوين هاي الزياني في المعلومات يتحجون اللي عاشوا في ذاك الوقت. يقول ما بهم لعلنا أنهم الغارم الأكبر والغانم الأقل في هذه التجارة ولفرض تقدير لدور هؤلاء وحزني عليهم ورثائي لحالهم فتجدني دائما الحرص على ظروفهم وتضحياتهم فما كانوا يعانون من الشقاء وحرمان ورغم أنهم أصحاب الفضل الأول في إخراج اللؤلؤ من جوف البحر ووضعه بين أيدي الأثرياء لتاجر به ويتزنون به إلا أن ينالوا لك الجنود المجهولون أي حصة منه. يقول في كان شعر يقولونه كانوا كلوا المحمر وناموا نامت عليهم الدواعي. هذا طبعا ما قاله اللي هو أحمد الزياني في كتاب ماله سنوات تحدي في صفحة 108. نرجع إلى تكلمنا عن الميزانية في البحرين وتكلمنا حين عن الغواويص. هني بس بذكر نقطة بسيطة أنا الليلة يعني سامحوني إذا طول عليكم لأن بعد ما تتكرر لعقب 4-5 سنوات وأنا إن شاء الله دائما إن هذا تاريخ بلغريف أو تاريخ البحرين يجب كل 4-5 سنوات وأماكن مختلفة يجب. أنا لما جيت حين أحاول أسوي المحاضرة عندكم واحد قال أنت ما عندك شغل إلا بس بالقريف ما عندك شغل إلا ديلي واحد يقول أنت داك. هذا موضوع تاريخي للناس للأجيال خلى الناس تشوف وش عاست الناس أباهم وأجدادهم يقول البحرين كانت دخل القوم الرئيسي هو الغوص وصيد اللؤلؤ وكانت الآلاف تعمل في صيد اللؤلؤ وكانوا الغواصين يتعرضون إلى أبشع أنواع العبودية المقننة بسبب الفقر الموجود في ذلك الزمان فالناس تعيش على السلفيات التي تقدمها النواخذ ممولين الغوص من الطواويش وبقية التجار فإذا ذهب الغواص إلى البحر فهو لا يغطي تكلفة قرضه وإذا مات يورثون أبنائه. بلغريث ويديل إجوا وقالوا خلاص إذا مات أولاده ما يورفون. كم واحد أخذ إذا ما عنده يأخذون مرته يأخذون أولاده يأخذون يورفون. فجزء من تاريخ بلغريث ألغى العبودية. زين هذه بغض النظر عن أي كان قيمتها ناس وايد يقولون زي وظيفته فوق. أنا أعتقد فوق الوظيفة اللي يعني الأمور اللي عنده كانت الإنسانية يمارسها يعني جزء تنحسب ليه أي كانت إيجابية. فقام بلغريف الذهاب مع الغواصين أثناء رحلة الصيد فيتعرف عن قرب ماذا يتعرضون الغواصين حين تنتهي معانئهم الغذائية فيرجعون إلى البحرين ثانية لكي يتزودون بالمؤن الغذائية. ولكن لاحظ إذا مات أحد الغواصة يقوم بحذفه. إذا جاء أوتر شو نحد يجيب أكل إذا مات فلتو طلع انشب. هاي تكلمنا عن الغوص وعن المجانين. في نقطة واجد تنحسب لبلغريث. بلغريث لما كانت المدارس تم وسووها في شيء هو
ومرته طرف جتهم فكرة يفتحون مدارس نسائية للبنات. فجوا له كل الناس والوجهاء ورجال الدين، قال شنو تفسد بناتنا؟ شنو تفتح مدارس؟ شوف القيم من اللي اعتبرها يعني واجد. قال يا أخي احنا بنفتح مدرسة، اللي يبغي يجيب بناته أهلا وسهلا، اللي ما يبغي يجيبهم على راحته. فيقول واحد من الوجهاء وعارض بشدة وبقوة، يوم فتحنا المدارس جاني عقب 6 أشهر قال أنا بناتي ما أنا محصل لهم مكان، وش أسوي بالقريف؟ هاي يذكرها في مذكراته. الخطوة المتقدمة على فكرة في البحرين في القرى وغير قرى لغاية 60s لغاية 70s في قرى في البحرين عارضوا الناس يفتحون مدارس حق البنات. هذا الرجل سوى خطوة. قبل فترة أنا حضرت في مركز عبد الرحمن كانو إن في جد حفص فتحوا مدرسة في 50s، فالمديرة جت تتكلم تقول اضطروا يجيبون أولاد صغار يخلون على أساس يمشون لما بدأوا يعني يقتنعون شوي شوي شوي. هذا مهدي عبد الله اللي مترجم بالإنجليزي يقول لا بس مريول مال بنات أنا. يعني النقطة أن في سنة 28 يفتحون مدارس خطوة كانت كهربائية. فاليوم احنا كلنا نتحكي عن بالقريف استعماري استعماري، احنا نبغي سؤال نطرحه على نفسنا، هل فاد البلد ولا ما فاد البلد؟ انا السؤال اللي يهمني يعني هذا مهم عندي، قدم شيء ولا ما قدم؟ استعماري، كل العالم كان مستعمر بس البحرين مستعمرة على ما يقولون، بينما هي الاوراق تقول ما في استعمار. في سنة 30 العقارات تنهب في البحرين، فأحدث اللي يسمونه التسجيل العمومي، الجز العمومي، كل عنده أرض جابوا خبير من الهند مال أراضي وفتحوا التسجيل العقاري، فقاموا يسجون الناس عقارات مالها، اللي عنده بيت واللي عنده كذا. على فكرة يعني هاي أمور تنحسب إلى بالقريف، إذا جاء واحد عندك موظف وسوى إنتاج زين نقول له مشكور، شو يقولون له؟ إن كان هندي إن كان إنجليزي إن كان أمريكي أي إن كان. فأنشأ التسجيل العقاري في البحرين وحفظ أموال كثيرة من الناس. إنجي نعم سنة هاي سنة 30 يسمونها سنة الجز العمومي. إذا أحد أنا دائما للقديمين على فكرة من أمور اللي يعني حدثت لعزل عيسى بن علي إن البحر الديلي لما جاء كان يبغى يدخل الكهرباء في البحرين وكان الناس تعارض وتخاف، فخلى خطوة إنشاء الكهرباء ديلي وسلم البقريت سنة 30 أدخلوا الكهرباء. أنا مرة أقرأ في جريدة الخليج أحد الوزراء اللي في الإمارات يقول جينا البحرين سنة 56 شفناها مثل باريس في بيبات ممددة مال ماي. أنا بعض يعني الأمور اللي كنت أقراها تكلمون عنها. فهذه سوى كهرباء كهرباء يعني في البحرين ديك الساعة، الخليج كان في ظلمات، منو اللي عنده كهرباء؟ ما مش إلا مصر، ما مش إلا العراق، إيران فيها. فكانت خطوة ممتازة إلى البلد. في 33 صارت مشاكل في البحرين إن العوائل إذا واحد مات الأخوان الأخ يستولي على مال الورثة وينهبهم، فأنشأ دائرة الأموال القاصيين إن إذا واحد مات وعنده أولاد وعنده كده يسجلونه في دائرة الأموال القاصيين، يحفظون أموالهم يديرون أموالهم، يأخذون شوي إدارة لكن حفظ الناس. كانت كل واحد ينهب مشاكل ناس. يذكر بالقريف في يومياته وفي ان احد الاغنياء اخذ بيزات اخوه ورثت اولاد اخوه وفصفصها على قولتهم وكبروا الاولاد ما عندهم شيء. هذه من انجازات بالقريف اللي سواها وكانت خطوه متقدمه.
في 26/28 تم تأسيس إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعاون مع سيد عدنان. اليوم في البحرين إدارة الأوقاف الجعفرية عندهم دفاتر سيد عدنان، قال بالقريف مع سيد عدنان قال لك كل الأوقاف جيبوها وسووا لها تسجيل، حفظت أموال مسنودة وموقوفة طبعا بإدارة بالقريف. في نقطة مهمة في أنا لما أتكلم عن الميزانية اللي سواها بالقريف، الرواتب الحكومة من 26 إلى اليوم ما قد تأخرت رواتب الحكومة. سنة 40 صارت مشاكل في تسديد الرواتب، خطوة سواها بالقريف، راحوا باعوا قطعة كبيرة صار عندهم عجز صوب فندق الخليج وغطوا الرواتب جابوها كاش. ذلك في البرلمان السابق وقف إبراهيم أبو صندل قال إحنا عدنا العجز نقدر نبيع كم كيلو ناخذها وندخلها، نبني سكان، نبغي كذا. نعتقد هذه يعني كانت خطوات متقدمة في البحرين. صارت عندنا في الأول في الأمراض المنتشرة واجد اللي هي السنطارية والكذا، فجاب خبراء من الهند في إشاعة كذا. في عطني بعض الصور في مشروع سواه بالقريف، وفي نقطة جدا مهم أنا بس براويكم، أنشأ إسكان سنة 48 سنة 50 وزعوا البيوت، شالوا الناس نقلوها من العشيش وين مقبرة عمارة الكويتي فيها هني حوالي 20-30 بيت. في عند سلمة توال أنشأوا إسكان بيوت العمال، هذه كلها أنشأ. على فكرة الكويت لم تنشأ إدارة إسكان بالغنية اللي تكلم عنها مديع المحطة البي بي سي، بعد الستين أنشأوا إسكان في الكويت، هذه البلد الغنية، هذه البلد الفقيرة تم نقلها. على فكرة في بيوت في السلمانية، السلمانية نسبة للشيخ سلمان أنشأت، إذا أحد يتذكر أنا طبعا شفتها صغير، لما نقول حوطة أبل هني بيوت في موجودة. بالقريت لما طلع في البحرين ما عنده بيت في لندن على فكرة، راح سيد محمود وصادق البحارنة بأمر من الشيخ عيسى واشتروا ليه بيت في لندن. هذه بس يعني إحدى المعلومات أساس. في هاي البيوت اللي سووها في الجفير، سووها في كم في أربعة في البلاد القديم الإمام سلمة أوال. على فكرة كان دخل البحرين 5 مليون جنيه استرليني ذاك الوقت، الكويت 100 مليون جنيه استرليني. يعني أنا على أساس أسوي هالدراسة والمحاضرة رحنا وفتشنا في دول الخليج وعن الكويت وعن البحرين. النظام البطائق وكذا في الحرب العالمية الثانية المواد الغذائية شحت، بالقريت سوى بطاقة حق الناس، راح البصرة وجاب مواد غذائية حتى لا يكون هناك يعني ايش كل ما تقول جوع واستغلال التجار تمام يخشون. وتم إذا في قانون سواه إذا يكتشفون واحد يخش بضاعة تصادر، هذه يعني اللي سواه بالقريت. طبعا في شو اسمه في شيء انتخابات البلدية في الأربعينات والثلاثينات عمل تطوعي، ما في بيزات النائب البلدي ياخذ، هذا من ضمن الشروط اللي سواها بالقريث حق اللي انتخب. نعم على فكرة مشروع سواه بالقريث وإن شاء الله بس ما ينهدم، جاء طيار من العراق وطرح على بعض التجار وبالقريث ان نسوي شركة طيران في البحرين اللي هي نواة طيران الخليج.
نواة طيران الخليج اللي اليوم كانت البحرين تعتمد عليها. على فكرة للحين البحرين يعني في مئات الشقق مأجرة ناس تستثمر، في مئات الناس تشتغل، في مئات المكاتب تشتغل. مشروع كان سابق لعصره بغض النظر إذا كان هاي سنة 50. زين، أنا حاط صور، حطي بس صور هاي مال البيوت. على فكرة في نقطة مهمة في قصة الباخشة. الباخشة هي حديقة اللي أمام مدرسة الثانوية من البنات، هاي اللي هي قصة. هذه في 1910 كانت تملكها عائلة، فيقال إن جو لهم ناس من السعودية وقتلوا أصحاب العائلة، فلم يطالب بها أحد هذه الأرض. ففي البحرين في عقدة، إذا أرض ما تعطى إلى أهلها لا أحد يأخذها، تعتبر مغتصبة. وش يسوي بالجريف؟ سوى شيء، أخذ هذه الباخشة وسواها حديقة حيوان. أنا بعد قبل لا أسوي المحاضرة تميت أبحث عن حدائق الحيوان في مصر، طبعاً 1890، في بغداد 1925، يعني في الدول اللي فيها حدائق فيها. فهذه حولها إلى حديقة عامة. الحديقة دي العامة اللي سواها بالجريف أساس أن تصير حل وسط، فقال للأهالي هذه حديقة إذا حد الطالب بها نعطيها إياه، وإذا ما ذاك نخليها ملك عام الناس تستفيده. على فكرة في بريطانيا أي أرض أو عقار ما أحد يطالب لفترة الدولة تستملكه، فحنظل يعني ملك للدولة. بس حطيه بعض الصور، هذه هاي البقايش اللي سواها في كل منطقة في البحرين بالجريف. هاي البقايش لما نجي هني مثلا عند حوطة طبيل، عند سلمة توال، هذه الحدائق الكبيرة أنا صورتها يعني أساس إنه يكون عمل واحد يقدم لكم يسوى. اجي شوف حديقة الأندلس أنشأها بالجريف، حديقة المائية أنشأها بالجريف. حط من هالصور هذه اللي أنا اضطريت إن أروح أصورها، ستقدم مادة تقول للناس والله في مادة مستشفى المجانين الحديث. روح من هالصور عطنا شوي مجانين. ها هذا أي مستشفى الأول الألمان. على فكرة بعد ملاحظة وقفني، بالجريس سوى مشاريع من الأربعينات هي إسكان بيوت أو عمارات الدولة اللي تسكن موظفين لما بيجون. لما نجي مقابل حديقة المائية هذه كلها بيوت، يعني هذه اليوم صار لها كم 70-80 سنة أفادت الدولة، يعني عمرها اليوم من إدام الأربعين للحين كم 75 سنة لحين عايشة. عطنا شوي، أنا صورت كثير من الحدائق وال شارع البدية. بعد هذه حديقة لحين فيها المزارعين، هذه بدية على فكرة لو ما كانت بسواها حدائق عامة راحت. في بعد باخشة ترى عند المحرق حدائق واجد، يعني بقيشة غير الباخشة، باغ وحش فارسي. هاي الحدائق يا والمثلثات هاي كلها انا اضطر يعني رحت ان شاء الله وايد يا والله. ايش اقول لك على اساس بعد احنا ما نبغى نخفف بتخفف يعني. انزين الحين خلنا نرجع الى تقييم السلبيات حق بالجريف، وانتون تحكمون. يعني انا في طرب عن شو بقول لك، يعني قصه النبي عيسى مشهوره لما جابوا له واحده زانيه قال يا نبي الله هذه وجدناها زانيه، فطبعا في العهد اليهودي، فقال قال له هم اليهود لما جابوا كان الهدف احراج نبي الله عيسى سلام الله على النبي عيسى، فان قال لهم قال لهم مش تقول شريعتكم، قال ارجموا نرجمها، فإن قال لهم ارجموا زين، قالوا الحد الثاني نتركها، فقال لهم
إذا قال لهم ارجموها قالوا هاي نبي ما في قلبه رحمة، هذا مو نبي هذا، وإن قال لهم اتركوها قال هذا يشجع الفساد والبداك، فأطلق عبارة المشهورة من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرميها بحجر. هذا بالقريف بعد مهما كان بعد له سلبيات واجد، ولكن خلنا نرجع أول سلبية. عطني صورة البعثة. البعثة أول بعثة لبيروت مكتوب عليها حبيب هذه أول بعثة راحت بيروت ورجعها بالقريف، الأسامي عليها شهادة للتاريخ، هاي ماخذنها من مقال كاتبنا الدكتور عبد الله المدني. أنا كل سبوع أقرأ صفحة كاملة يكتبها عبد الله المدني، ولا أنا بعد عندي ربعي أحاول أطرش لأن أنا أحب التاريخ، وأنا أي واحد يعطيني معلومة أخذها. شيطان إذا باكر يعطيني معلومة وأقول له مشكور ما أفكره. هذا هني عبد العزيز الشملان، ترى العداوة قديمة بين عبد العزيز الشملان وبين بلقريف. هني بعد شوف هل هو شو اسمه وزير التربية مدير التربية شو اسمه أحمد العمران، وبعد منه سعد الشملان، ايه، وعندنا راشد الزياني. راشد الزياني صغير يعني على فكرة. هذا بلقريف بطل برما بهادي أول شيء راحوا دلين اشتغلوا في السياسة في بيروت سنة 28 فرجعهم، فانحرموا صراحة، وكان يعني سلبية كبيرة وأنا أعتبرها من السلبيات، لأن أنا في محاضرتي في جمعية تاريخ دار البحرين تكلمت عن الإيجابيات والسلبيات، بعد ما نقول بعد كل شيء. زين، هذه أول شيء. عندنا النقطة القنبلة العودة اللي ما كانت توالم البحرين، بلقريت شرع الدعارة في البحرين. في الهند شارع اسمه جراند رود وفي فارس رود، في البحرين قالوا جراندول، هي جاية من جراند رود، فسواه ببيان رسمي حدده من دي النقطة لدي النقطة. وفي أسوأ من هذا بعد من سلبياته أن أي وحدة تهرب وتروح هناك يكون عندها حماية أمنية، ما حد حق من أهلها يروح يعتدي عليه. يعني هاي للمعلومة أساس أن يكون الإنسان منصف يروح يحط كل شيء في الميزان. يعني إحنا في البحرين لا يمكن أحد يقبل. 1975 البرلمان بقرار منه شالوه، ولكن كان البحرين كانت في دول الخليج. على فكرة بلقريف جاب هذه الفكرة ليس بس في في العراق، كان موجود في مصر، موجود في دبي سكة الخيل، في مصر أنا كنت بعد رحت بحث عنه بزوز أعتقد في بغداد وأماكن، فقال إحنا نسوي نفس النمط الإنجليزي، وهذا شيء جدا كان سلبي. البحرين مشهورة في دول الخليج بعداري وجران رود، هاي اللي كانوا الناس يعرفون. الحمد لله إن شاء الله. نسول بقايش يعني. ها؟ يعني شهره. نجي إلى النقطة الثانية أو الثالثة لبلقريف، صار هو كل شيء، صار رئيس مستشار مالي، وضع نفسه الحاكم بأمر وهو يرأس السلطة القضائية ورئيس الشرطة ورئيس المعارف ورئيس المحاكم ورئيس الصحة وقاضي في المحكمة ورئيس المالية ورئيس الأشغال ومشرع قانوني، وكما هو قال عنه نبيل رجب في ترجمة يومية بلقريف إنه فرض قوة شخصيته وأصبح مستشارا آمرا وناهيا في جميع الأمور. طبعا هذا قال اللي هو في اسمه. على فكرة أنشأوا نادي الخيل، نادي الخيل الأول في الإداعة، والإداعة هي كان إني الرئيس. يقول أنا جابوني رئيس أنا ما فهم في الخيل وخلوه رئيس نادي الخيل. من السلبيات اللي بلقريف، يعني على فكرة في شيء
بيل غريث بدأ يعني يتعصب لكل شيء، يرفض أي شيء إيجابيات للبحرين بعد 54، بعد ما صارت الهيئة وصارت الهدف الرئيسي أنهم صاروا ضده، شار شخصنا في الموضوع. لما أنشأوا بغوا يسوون بنك بحرين وطني الموجود حاليا، رفض إنشاء بحرين الوطني. بغوا يسوون شركة تأمين، رفض. طبعا صار صندوق التعويضات صار. لمعلوماتكم بنك البحرين الوطني الحكومة ما كانت تتعامل إياه لعام 74 لما جاء البرلمان طلب من الحكومة أن تنقل كل أموالها وتعاملاتها من شارتر بنك إلى البنك البحرين الوطني، هاي بركات البرلمان. فهذه من السلبيات اللي كان الهيئة شجعها أن الطالب بمغادرة بيل غريث لما طردوا في الأردن الملك حسين قلوب باشا، فقالوا هذا طرد قلوب باشا يلا احنا بعد نشد ونقول هذا ما نبغاه. فيها انتفاضة الغواصين سنة 38 اللي يؤخذ على بيل غريث انه كان رجل محامي رجل قانون، قمعهم قوة، يقول انا قمت اروح اضرب بوكس، يعني ما كان يليق به، وهذا تعتبر عليه وليس إليه. عارض إنشاء النقابات في طبعا الموضوع في الخمسينات صار شيء شخصي كله شخصنا. بعدين بيل غريث ما أنشأ نظام التأمين الاجتماعي. أنا على فكرة رحت بعد في التأمينات الاجتماعية في بريطانيا في 1840، في أمريكا، في كذا، في البحرين كان في نظام الادخار. بعد الخمسينات بالستينات بدأ التأمين الاجتماعي بس عند الحكومة. يعني هاي الواحدة مثلا يبغى يصير منصف في الإنشاء أي دراسة لازم يروح يشوف في العالم هل موجود هذا مو موجود، على أساس في الآخر يجي يقول والله يا جماعة هذا موجود وهذا موجود. وهاي كانت يعني هو جاء من بلد حضارة، وعلى فكرة هو ولد في سويسرا ويعرف أربع لغات، يعرف الإنجليزي والفرنسي ويعرف السواحلي، ما كان يعني رجل يعني شفنا. وقف في 38 ضد إنشاء مجالس تشريعية. في معلومة بس لكم عساس إن من ضمن التاريخ إن البحرين في عهد بيل غريث من 33 في أيام الانتفاضة تم تشريع 19 عطلة رسمية من ذلك الوقت. ولما جاء برلمان 73 كل الكتلة الشيعية طالبت أن يوضع في الدستور 19 عطلة رسمية لا تغير. فإذا أحد منكم تابع أعتقد كان في نقطة يعني هذه آخر سلبيات اللي بجيبها. لما فتشوا على النفط في البحرين لما جت الشركة ما فاوضهم يعني ما راح شاف في العالم يتفاوضوني الشركات وحاول أحسن شروط يقدمها للحكومة. يعني لما جاءوا سووا الاتفاقيات السعودية أخذت شروط في النسبة أحسن من البحرين، هذا كان مجحف إلى البحرين وهذه تحسسب عليه وليس إليه. طبعا موقفه مع الهيئة في شيء مهم للتاريخ، ترى أنا طلعت على بعض الوثائق. هو كان قرار تسفير الهيئة في البحرين صدر 3 أشهر قبل لا يسفرونه. الإنجليز أمضوا من ضمن المحاكمات، إذا حد تابع مع المحاكمات عاد لي الوطني إن القرارات كانت قبل تطلع من المحكمة، يعني بارز أوراق وأحكام بارزة، وهذه إحدى اللي ساعدت على إنه يبطل الحكم. فهذه من الأمور اللي يعني كذا فيها. بيل غريث في وثيقة أنا شفتها مؤخرا كان ينصح الحكومة البريطانية والحكومة البحرين أن يتفاوضون ويوصلون لحل في 54 56. هاي بس للمعلومة.
يعني الحكم اللي كان في جدة على هيئة الاتحاد بتسفيرهم إلى سانتيلانا ناس يعني التاريخ خلاها من ضمن السلبيات يعني في أنهم يودونهم سانتيلانا يعني لو في كانوا في جدة ولا في كذا على ما يقولون ودوهم مكان ما يغب ليس ولده. أنا بتكلم آخر نقاط عن ما بعد بلغريف لما يعني صار الهدف الأساسي بين الطرفين بريطانيا أو حرب 56 لما صارت هو العدوان الثلاثي واجد ضرب بلغريف يعني صار مطلوب أنه لازم يغادر بلغريف بعد ما يبقى في البحرين لأن جزء من تهدئة الوضع أنه يسافر. بس أنا في شيء رحت بحث في موضوع العقب ما طلع بلغريف وش صار كل الحركات في البحرين صارت اللي اشتغل فوق الأرض صارت تحت الأرض. في صحف في البحرين كان 4 صحف تطلع عرجة تطلع مكسوسة تطلع برقابة تم يعني وقفت كل هالصحف حتى 1965 لما أصدرت الأضواء وجابوا المردي أسسه سجن جميع الهيئة الاتحاد وسفر بعضهم إلى سانتيلانا وبعضهم إلى الكويت. توقيف 4 صحف هاي طبعا عقب ما غادر بلغريف. آخر شيء بختمه إن أنا أعتقد بلغريف لما سافر كان الوضع صار من سيء لأسوأ. فوجود بلغريف أنت عندك شخص تتفاوض إياه تتفاهم إياه تتكلم إياه تأخذ وتعطي بعد بلغريف انتهى. والسلام عليكم اسمح لي شان طولت عليكم. نشكر قلنا جعفر الرازي على هذه الندوة اللي يعني شوقتنا لكن بالتأكيد في رأي آخر نحب نسمعه وسواء كان بالاتفاق أو بالاختلاف. فعندنا السيد إبراهيم كمال الدين بيفتتح شو اسمه أول المتكلمين وإذا في إن شاء الله آخرين عقبه عبد النبي سيد عبد النبي وعقبه من قبلك من عارف في واحد بعد شو اسمه اوكي عارف. طيب ناخذ واحد واحد ونجاوب ناخذ واحد واحد ونجاوب. تفضل سيدنا. الانتفاضة أو الإضراب العمالي أول إضراب عمالي في شركة بابكو
ضد التعامل اللي كان يتعامل الانجليز والهنود مع شعب البحرين ومع موظفين البحرين، وتابعها حتى الاضراب اللي صار في دائره الكهرباء، وقال المرحوم المناضل عبد الرحمن النعيمي كان بسبب تمييز المهندسين الاجانب او البريطانيين عن البحرينيين. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، الاستعمار البريطاني اسس للطائفيه في البحرين وعلم حكام البحرين كيف تدار المعركه السياسيه، اذا قلنا معركه سياسيه او لمسه سياسيه بالطائفيه. انا ما شفت الوالد يشتم احد الا الانجليز، وكان يقول لنا ما في مشكله في العالم الا وراءها العقليه الانجليزيه. شوفوا قبرص ومشكلتها، شوفوا الهند ومشكله التقسيم، كل دوله دخلها الاستعمار البريطاني لم يخرج منها الا وهي مفدده. الكويت والى اخره، اي منطقه دخلها معناته إيه؟ يعني احنا يعني الاخ استعرض الايجابيات والسلبيات، وهذا جهد يعني يشكر عليه، ولكن هذا الانسان يعني صحيح سوى مستشفى مثلا العين، مستشفى التكشف، مستشفى كذا، هذا من ضمن المخطط اللي يسويه يعني استعمار وتطوير. والانجليز فيهم هذا الشيء، كانوا لما يجون واحنا يعني سابقا لما كنا صغار كنا نعتبر يعني اي اجنبي او شنو نجس ما نسلم عليه ولا شنو حسب المفاهيم اللي كانت عندنا. فكانوا يجونا البيت دكتور سنوبل هذا، والوالد كان يسلم عليهم نساء ورجالا، سيستر والوالد ولا شنو، كانت تجيبهم فاطمه الزيان وترجم اليهم، كانوا يعني يحتاجون يسالون عن نشاطات الهيئه وخططها وسلميتها او يعني تريد تسوي ثوره في الهيئة. كان هذا يعني ما كان ابدا يعني فنرجع الى الاشياء اللي سواها والايجابيات اللي سواها. قال مثلا الميزانيه، الميزانيه وزع الميزانيه ثلاثه اثار، ثلث الى الديوان وثلث احتياط ما ندري الى الان من راح، والثلث الاخر مصروف الناس. وقسمت هذه وبقت هذا التقسيم، وبقى هذا التقسيم. يحدثني الاستاذ عبد الرحمن الاستاذ رسول الجشي يقول في اول برلمان يعني احنا قررنا الميزانيه الى الديوان بمليونين دينار. ارسل علينا الشيخ عيسى الله يرحمه، قال انا اطالبكم بان ترفعوهن الى 6 مليون دينار. يقول تو البرلمان ناشر ونريد نعزز الديمقراطيه ونعزز الحزب كذا، فوافقوا بس ما ندري ليش رفعها من مليونين الى 6 مليون. قلت يا رسول انت يعني مخضرم في السياسه، يعني احنا نتعلم منه، ما تدري ان بالجريف هو اللي اسس ثلث الى الديوان الى ال خليفه وثلث الى شعب البحرين وثلث احتياطي. فهم يمشون على ما اسسه الانجليز. ضرب العزل ومؤامرة خلق التسليم الطائفي وراء الجريف، يعني كل المشاكل الطائفية وتأسيس الطائفية بالجريف أسسها. أنا يعني لا أتذكر التاريخ بالضبط، ولكن حادثة، والفرق طبعا فيما بين الشخصية، يعني الجريف كان مخلص إلى نظام الحكم ونزيل، وكان يعني يستوي على أراضي مثل ما كانوا يستوون على الخليفة على أراضي، ويعني مثل ما قال الأستاذ الباحث جعفر إنه حتى شقة ما عنده، شيخ سلمان اشترى هذه الشقة وليس شيخ عيسى، يمكن يعني صحح لي. المهم هذه الشخصية تشوفها في المذكرات اللي كتبها أو اللي ترجمها عبد المجيد، واللي طبعا قصوا منها الكثير علشان لا يطلع، حتى طلع هذا الكتاب بهذا الشكل. واليوميات اللي كان يكتبها، اليوميات كانت يكتب همومه عن الناس اللي كان يتعامل وياهم لما يحطهم. انا يعني في هذه الحادثه
المكان يعلم الخليفة كيف تدار، كيف تفتت الناس لما تصير عندك انتفاضة. أعتقد أنه في 26 أو 28 من دخلنا بالطبع صارت تجمع من أبناء القرى كل ذاك يعني الشيعة جمعوا عن بيت البعليوز بيت. هذا أيام ديلي سيد. هاي فني هاي سنة 20 أيام ديلي. ما أنا متذكر. لا يعني بس إيضاح أساس إن هذا موضوع مختلف عنه. لا هذا بالقريب أيام ديلي. شلون كان يعني المذكرات يقول طلعت شفت جمع كبير فبالتالي هذا انتفاضة. فأرسلنا على شو إن اليوم شوفوا شلون أنا أدير هذه المعركة أو هذه المطالب شلون. يقول قلنا لهم جيبوا 15 واحد مفاوضين والباقيين خلوهم يروحوا. يقول استمعت إليهم بإصغاء وانتباه شديد بمطالبهم، وكانوا طبعا يطالبون برجع أراضيهم مثل السرقة ووقف الاعتداءات الجسمية على حرماتهم إلى آخره. يقول استمعت لهم ب يعني أنا وعقب ما خلصوا بدأت أعطيهم كل واحد يعني مثل ما يقولون المقصود. قال أعطي مهر إلى أولاده، أعطي رجع قطعة الأرض إلى أخذوا المستعمله مشتريه وهكذا. يقول لما رجعوا القرى سألوهم ها وش صار؟ قالوا والله ما قصر بالإنجليز حطانا سوى زين ومطالبنا إحنا. قال لا وعد إنه إن شاء الله يحلها. فصارت فتنة فيما بينهم وتضاربوا وأدخلوا مجموعة كبيرة إلى المستشفى. مهم هذه واحدة منها حادثة إذا يعني صار حادثة ضرب الهزار الباخشة هذه اللي صارت هي اللي انضرب منها العزل وكان مفروض الشرطة بغراج سينات وخارجة وضربوا العزل. والمهم هذه من ضمن الأشياء الطارئية نعززها على الميزانية، والميزانية قلناها في قضية اللي هي الدعارة في البحرين. في وثائق البريطانية في 150 وثيقة تسجل بالأسماء والتواريخ الاغتصابات اللي صارت إلى بنات في القرى وفي المكانات وفي المدارس. هذه لما يخلصوا منها عبر شهرين ثلاثة أربعة يبدونها لا تستطيع أن تذهب إلى أهلها، ولا تستطيع أن تتزوج، ولا تستطيع أن تندمج في المجتمع. فتروح إلى بلغريف يعطيها الشهادة هذه، يعطون الشهادة والحماية اللي قالها مستر جعفر. يعني هذه إذا جينا بنقول محاسن بلغريف. وشكرا لحضرتك. نعم تفضل أبو منصور. جاوب هاك ولا لا جمع عندك أكتب من ساعتين ثلاثة وصار بخمس كلمة لا سجل ما يحتاج كل شيء زاهد. مساء الخير جميعا وشكرا للأخ جعفر البرازي وأنا التقيته في كذا لقاءات عابرة وقلت له أنت لازم تكتب هذه الأشياء في كتاب ضروري توثيق. بالنسبة للموضوع الإشكالي اللي هو بالقريف، بالقريف خدم في صعيد مصر وفي السودان، وأعتقد أن جليل كان رئيس أو فرقة هجان، ولذلك هو يعرف العربية جيدا وعندها الخلفية. الفترة اللي أعلنت طبعا هو يقول نفسه أعلنت شكليا أعلنت عن وظيفة مستشار لحرب البحرين، لكن جرى هو اختيار في ذات الوقت من المجنوب اللي هو مكتب الهند في لندن قابله ووافق على ذلك. الآن الحقيقة أنا من خلال يمكن متابعتي أنا وإلى أشير إلى شغلة إلى حدث مهم في 2004. يعني كانت هناك ندوة مهمة جدا في جمعية الأطباء شارك فيها الدكتور منصور الجمري وصار فيها شارك فيها أنا وشارك فيها العميل العام. وأعتقد ضروري البحث عن أوراق هذه الندوة. راضي الموسوي شارك فيها وأنا ذاك الوقت كنت قدمت ورقة مكتوبة بخط اليد وهو ما ادري مين سالني عنها وخذها البحث عن اوراق هذه الندوه كانت بعنوان تحديث البحرين.
وأنا الحقيقة كتبت ورقتي حول دور الإنجليزي في تحضير المحرين. منصور الجامعي تكلم عن الموضوع وراضي تكلم عن موضوع آخر. الآن عندما نتكلم إحنا نقايس يعني نقيم أي شخص لازم نشوف عن مرحلة والنظام اللي قائم. النظام القائم بحرين لم تكن تحت المستعمرة، لم تكن تحت الحماية، لكن ما أكثر الحماية. بمعنى أن كان هناك تدخل في إدارة الشؤون البلد ويا ريت من المستعمرات، لأن الاستعمار كانت مستعمرات لها حقوق أفضل من الحياة. ناخذ مثال على ذلك، استعمرت عدن أنت تحمل وكان في سماح لأحزاب ونقابات وغيرها، فيا ريت من المستعمرات. بالنسبة إلى بلغريف، بلغريف جاء بعد ديني، ديني تكلم عنه. ديني كان ضابط في القوات البريطانية اللي في العراق اللي قمعت الغرب، وجاء من هذه الخلفية، وهو من الناس اللي عزلوا عيسى الشيخ عيسى بن علي، اوكي؟ اللي هو حكم من 1800 الى بلاد، وهذا الشيء لا يذكر في تاريخ البحرين لانه وجد عقبه امام الاصلاحات، فجاء حمد بن عيسى اللي هو في فقره كان غلطان في سنه 1922 تقريبا، يعني حمد هذا لا يسجل في التاريخ. الان في يعني في تداخل بين فتره ديني وفتره بلغريف، لكن نستطيع أن نقول كلام عن بلغريف طبعاً هو استعماري عقيدة، يعني استعمارية فيها احتقار للشعوب لهذه المتخلفين بحريني، وعنده هذه النزعة وعدم الثقة، وهذه يمكن في بريطانيا وبس البحرين، في كل أفريقيا جابوا الهنود ليكونوا مساعدين لهم، هذه ليست يعني بس البحرين. الآن هل هذا خطوة دور بلغريف هو تقدم في البحرين او تخلف البحرين؟ لازم نفهم ان ذات الوقت ذات الحفاظ الحكم في حكم عشائري، بمعنى الارض وضعوا عليها المساله الحاكمه، كانت هناك في وزراء يسمونهم، كل وزير يعني وزير مختص تشوف موجوده في طابور هذه الوثائق بان احنا فلان وفلان علينا فلان وزيرا لمنطقه الشماليه وهو يملك كل الارض، اوكي؟ كل الأراضي وكل الحضور وكل شيء وكل البساتين، وهذه معروفة استيلاء على البساتين هي للسكان المواطنين الأصليين. الحين إجا بلغريف مفهوم الحكم القبلي المطلق، حد من الحكم القبلي بإدارات، بمعنى بدل ما يكون فداوية في شرطة، يعني عدد الشرطة المهم مو البحرين حيدرابات جابوهم، بدل ما تكون إن فلان وزير على كل يملك كل هذه الأرض، أوكي لا يملك زوجة، لكن اللي عندهم إثباتات بأن هذه أراضيهم اللي تكلم عنها جعفر، بمعنى إنه فتح الطابور واستحدث نظام الطابور لتسجيل الملكيات بشهادة مش بضرورة، ولذلك حفظ جزء كبير من المواطنين استطاعوا أن يحفظوا أملاكهم. الأوقاف الجعفرية أيضاً استطاعت أن تحفظ أملاكها، لا نقول إنه قضاء سوى ملكية الدولة ظلت، وهذا احنا اليوم نعرف ان الارض غالبية من يملكها، لكن جزء من المواطنين تملكوا اراضيهم. العقود، لان كانت الناس اقرب للصخرة في البساتين، بساتين النخيل، وهو جاء واحد حتى كان يجي الفداوية ويستلم على كل المحصول الارض او محصول التمر او الرطب او غيره، كانوا يوقفون على الشواطئ ويستلمون على كل المحصول اللي يجي من البحر، يعني الاسماك الى اخره. فجاء الغواصين جزء من انتفاضة الغواصين اللي احنا نشيد فيها ونشيد فيها، لكن ما هو سببها؟ لأن لما أدخل نظام العقود امتنعوا الطواويش عن تسليف الغواصين بالفلوس اللي قدمية يعني، فانتفضوا الغواصين على أنهم مظاهرات وغيرها، وكان هناك عقود بالجريف، لكن هو هذا العقود لصالحهم. الحين نجي نتكلم عن يعني فريدا، هو كان مفوض من الانجليز، بس في سلطه اخرى اللي هي مستشار المقيم السياسي في الخليج، وهناك او اللي يسمونه المعتمد السياسي، وكان هناك في اوفيسر ضابط يعني المعتمديه كانت لكل الخليج، وكان في كل اماره خليجيه كان في ايضا وكيل سياسي يسمونه وكيل سياسي عفوا. فاذا لم يكن هو بالسلطه المطلقه فقط، كان في سلطه الانجليز، وشفنا احنا اثناء مفاوضات الهيئة كان هو وسيط مع الوكيل السياسي. الآن صح بريطانيا كانت في صراع
صراع مصيري مع الحركة المصرية مع الحركة القومية ضد عبد الناصر، ولذلك هو كان يتوجس من علاقات الهيئة بعبد الناصر، خصوصاً البقر كان يروح للقاهرة. هذا كان سبب رئيسي، لكن يجب أن يسجله هو الذي أقنع الحاكم أو هو الذي فرض الاعتراف بالهيئة، لأنه كان يريد أن طرف يتحاور. فإذا نحن لما نتكلم عن احنا ربينا على كره الانجليز وكل اعتبار كل شيء سلبي، الان احنا في وضع رشد بنقيم ما هو الشيء الايجابي والشيء السلبي. فاذا لا نغفل كره الانجليز في تطوير وبالاضافه يعني هو اداتهم الاساسيه في الداخليه في تطوير البلد اللي نتكلم عنها. مين نريد ان نقول بانه لا دخل من العقد الماضي وفي نفس الوقت لا يأخذ من الانبهار، ولكن تنظيم دوائر الحكومة وكفاءتها في أيام بلغريف أفضل منها، التمييز الطائفي كان أقل منها في الوظائف على الأقل. صح كان في رؤساء الدوائر غير إنجليز هم أو قصدي خليفة، بل أن دائرة الكهرباء كانت على وكان واحد آخر. كاظم العصفور مدير الهجرة والجوازات. إذا نحن نتكلم نقول أن طائفة من أقل طائفية من المصلحة، هذا يجب أن ندركه. طبعا ما تحققت أمانينا إحنا ثم أنه نظيفية، هذه نتكلم عنها. أنا راجعت تقارير حكومية في إكسيتر، وأنا أنصح ناس تروح لجامعة إكسيتر Department of Arab and Islamic Studies اللي هو يسمونه Core Library جاء المكتب العام، يروح لأن هناك في سجل بالجراف الكامل وفي تقارير حكومة. أنا راجعت تقريبا جلس أسبوع أقرأ في تقارير حكومة، أكثر مصداقية من تقارير حكومة الحالية بالفلس موجود فيها. يا ريت طلعنا على ثلث يعني شفنا إحنا مكتوب في الفلس بزاد والتعيينات تقدم للوظيفة الفلانية فلان وفلان وفلان، ووجدنا من خلال الاختبار أن فلان هو الأكثر كفاءة. هذه الحقيقة يعني باختصار شديد نحن بحاجة لإعادة قراءة تاريخنا بشكل موضوعي وشكرا. شكرا جزيلا أبو منصور. تفضل أخي عارف. للتوضيح طبعا اول محطه كهرباء مشيت في العاصمه صحيح عام 1930 صح، واول مطار يعتبر يعني ممهد اللي هو في الجفر كانت اول طائره تنزل تابع لخطوط الامبراطوريه البريطانيه، وايضا اول يعني محطه في الجيش البريطاني كان راس النهر اللي هو مقر الامبراطوريه. واضح ان كان هو لما تم تعيين رئيس الحكومه انه كان مسيطر على كل الدوائر الحكوميه، على الرغم انه كان في رجالات خيره رجالات من هيئه الاتحاد وكبار يعني تجار كانوا المفروض ممكن يعينون في الادارات يعني اداره الدوله مثلا، لماذا لم تعطى لهم الثقه في ذلك الوقت؟ على الرغم انه كان فيه لقاء بين المرحوم سعد الشملاط وما شاء الله كان ضليع في اللغه الانجليزيه عبد العزيز الشملاط، لم تعطى له يعني لم يعطى لهم الثقه لدرجه ان دليل واضح ان الاستعمار البريطاني او المحميه البريطانيه كانت معدوم ثقه في الشعب او في كانوا يسجلون. شكرا جزيلا. عبد العزيز شملان كان مدير في البنك البريطاني. نعم. مو واحد عادي يعني. نعم. بس يعني يعني لانه كفى. في احد عنده ودي قبل لا نختم اذا احد عنده راي ولا مداخله تفضل اخوي. عاد هاي بتكون مختصرة إن شاء الله ما علي بسيط يعني بس دقي أقل من بلغريف عين محافظ إلى محافظة سيوة في مصر طبعا في كتاب عنه
لما راح هناك انشا مدرسه 1910، يقول لما سوى المدرسه ما حد جاي يدرس فيها. كرومر اللي هو حاكم المصري 1888 اصدر قرار في مصر ممنوع ترجمه الكتب. مصر كانت ايام محمد علي للعهد 1888 كانوا يعتمدون على نقل الثقافه الفرنسيه، لما جاء كرومر منع. بالجريف لما راح سوى فتح مدرسه حق القريه. لما جاء البحرين حاول يركز على التعليم. انا ما ادري يعني واحد وش رايح مصر في صحراء في سيوه سوي مدرسه وش يعني، يعني انا ما ادري. في شيء مهم احنا لازم يوم اليوم ان شاء الله نسوي بس بعد ندوه عن ديلي. ديلي مهم الناس تعرف. سيدنا خلط بين مرحله ديلي هذه يسمونها اعتصام الشجره، الشجره اللي تحت بيت الداك هذه سنه 20 استاذ، هاي مو ايام ديلي، هاي موضوع مو ايام بالقريب. فرق بين ديلي موضوعه مختلف والوضع مختلف. وبعدين الانجليز لم يؤسسوا للطائفيه سيدي. انا اتكلم في موضوع ديلي عن الرقابيه، وهي الرقابيه مهمه الناس تعرفها. الناس ما تعرف شنو اصطلاح الرقابيه. اي شيعي اي بحراني مولد عليه ضريبه الرقابيه. القرآن يقول اعتاق رقبة، هذا لا عليه ضريبة رقابية، هذا ما له علاقة بالإنجليزي، ما جاء ولا موجود. وعلى فكرة هذا ضريبة الرقابية سووه لما جاءوا الدولة السعودية حكمت البحرين 1802 ومشهد النظام، هذا ما له علاقة. شوف مو كل شيء إنجليز، كل شيء إنجليز. أنا لا إنجليزي ولا عندي ولا إنجليزي ولا لي علاقة. أنا أجرى مستندات وأقول للناس هذا ما قريته، ولكم الخيار أن تعتقدون بما هو صح وما خطا. أنا لا، أنا بحراني ولد 16 بحراني من الإدراز، ما لي علاقة لا بالإنجليز ولا بالعجم ولا ذاك. عم في المان روح مكان قال إيراني، يعني زين وشنو وش أسوي أنا أصلي إيراني؟ أنا ابتليت بلوى كل ما رحت مجالس قالوا إيراني إيراني، وش أسوي في إيران؟ لا أنا في أصلي ولا عندي قرية ولا عندي شيء. بعدين إيران دولة حضارة يعني، أنا ما لي شيء تتعيرني بها يعني. فموضوع يعني بس للمعلومة يعني، بس إنه يعني إحنا شكل ما قال عبد النبي بعد في سلبيات وإيجابيات، وهذه تقيم اليوم. لازم الأجيال الجاية تعرف وش صار وش ما صار وكذا. ويعني في كثير من الأمور أنا بعد واجد أشياء كنت حاطنا في بالي، بس ما أنا إذا بقدر حاضر ملون الناس تعرف. أنت بتجيب فترة سابقة فلاف وفلافين سنة حدت وحدت وحدت وحدت، مهما تصير شيقة المحاضرة الناس تميل. وأنا يعني كان بس أستعرض أهم أشياء أساس أننا نداخل مداخلة ونتمتع بالحديث يعني. حتى قال لي نص ساعة، قلت له وما يكفي وش تستعرض نص ساعة؟ أنا ما نصير فوق ملة، الملة يقعد يقرأ ساعة، أنا تبغى أنا أقعد نص ساعة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي ان النقب التاريخيه يختلف عليها وتكون في اراء مع اراء ضد. يعني اذا اختلف معك احد يعني قلنا المحاضر او قلنا المتلقي، من الطبيعي انه يكون في وجهات نظر مختلفه. احنا نرحب مره ثانيه ونشكرك على هذا الحضور، ونشكر جميع الحاضرين لندوتنا، ونتمنى ان نشوفكم مرة ثانية في ندوة.